ألو، كيف اليوم أحلى شاب بالدنيا؟ لك يا عمري مو بس شاب، لك وأنت شيخ الشباب كمان. حياتي لك والله حبيبي أنت. أكلت يا حبيبي؟ لا لا لا، ما بيصير هيك يا بيبي، انت وعدتني انه بدك تاكل. طيب يلا كول وحاكيني، مستناك انا. يلا باي. اهلين حبيبي. قريت شو مكتوب على مواقع الانترنت؟ لا والله، شو مكتوب؟ كثير. الحقيقة يا صديقي، أنا مضطر هلأ أني ما أحكي معك كسامي الروائي، رح أحكي بلغة الزوج المخدوع اللي اكتشف أنه زوجته عم تخونه مع رجل آخر. زوجتي حبيبتي عم تخوني مع زلمة تاني. طبعا لقيت أنه أسهل وسيلة للدفاع هو الهجوم، ضرب وشتم، وهذا العلك المصدي اللي حضرتك عم تقرأ. معلومك لحنا مجتمعنا بيتعاطف مع المرأة وبيوقف جنبها. فيني بكل بساطة أقول لك وأقول لك إنه ما كان عندي أي تجربة قبلك، مثل أي مرة حابة تحافظ على الرجال اللي بيحبها، لأني عارفة إنه الكلام بصراحة وعلى بساط أحمدي يعني بداية نهاية العلاقة أو احتمال إلغاء الزواج إذا كان قائم. شان بترجاكي لا تكملي، ما بدي أسمع شيء، أنا بحبك وهذا الشيء بكفيني. أنا مرة طبيعية، حبيت ونحبيت، وعلاقاتي أبداً ما كانت بريئة أو عذرية مثل ما بتحبوا أنتوا تسموه، بس بنفس الوقت ما كانت مفلوشة وإلها حدود. متأكدة منه إنه شامي حبت منصور، ما رح تنسى لو شو ما صار. شامي، ما رح اسمح لأي رجال يحولني لمرة ضعيفة وكذابة، حتى لو كنت أنت، كون واثق من هذا الشيء. كاتبين عن المؤتمر؟ عن المؤتمر مو كاتبين شيء، بس حاكيين عن مرته لهذا الروائي. سوي لنا فنجان قهوة. حاضر. ريحة العرق فايحة. أهلين بأبو خالد. يا أهلين بشيخ الشهاب. تفضل. الله يزيد فضلك يا رب، الله يزيد فضلك. رح سامي لك قهوة وشاي. الله يسلم هديات، شكرا. الله ينقف فيني، دوشي أنا فايت متوتر. تعرف شو عم فكر؟ يعني أنا ماني حاسس إنه هذا البيت بليق بمقامك. أنا جا عبالي إله للصبي اللي عندي يدور لك على بيت يليق بهالجمال هاد. إن شاء الله بتسلمي لي يا رب. لك شكرا 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 يا شيخ الشباب، أنت يا عمري. تسلمي، شكرا لك. طيب أقعد ورح تجي القهوة عند أحلى شاب بالدنيا. يلا. إن شاء الله بتسلمي يا رب، شكرا. ديما ديما، لك يا ديما. جاي بابا جاي. نعم بابا. حاسس حالي رح موت يا ديما. عيد الشر عنك، شو عم تحكي انت؟ مثل ما عمل لك، طلع معي سرطان بالمعدة. شو هاي يا ديما؟
انت نام هلا وبكره باخذك لعند الدكتور. ماشي يلا نام. معي سرطان بالمعده يا قديمه. لا ان شاء الله لا لا ما معك شيء. يلا نام. اخ يا قديمه اخ معي بالمعده سرطان. يلا نام. فكر معه سرطان بالمعده. إيه لا هيك زودها كثير. انا ما عاد اقدر اتحمل ما عاد اقدر اتحمل. رح اترك له البيت وامشي. ايوه هلا حليلك تحردي وقت اجاني العريس يعني. يلا طفشولي اياه طفشولي اياه. يا سيدنا احسن شيء انكم ما رحتوا. تظاهره سينمائيه لا فيها ترجمه لا فيها كراسي. بس هيك حابين يعملوا تظاهره. هيك بلدك ما فيها شيء ظابط. قالوا بيقول لي الناس ليش بدها تتظاهر. لا كانك تخنتيها شوي. قال ما في شيء ظابط. هلا انا بتفق معك انه الوضع الداخلي بده حلول جريئه. انا معك. بس انت ما تنسي يعني موقع سوريا الجغرافي بخليه عرض للتامر. بالنهايه بهي الاوضاع كل بلد عم بيحاول يجير الأزمة لصالحه لأنه هذا منطق سياسي. والله أنا بشوف أن المؤامرة هي شماعة وبس. ببساطة اللي عم بيصير هو وعي إسلامي جديد بيرفض الذل وبينادي باحترام مكانة الفرد. أنت رأيك معروف معلم. في مادة هيك عجبتني وبتشبه أفكارك. راح أبعث لك اللينك. أوكي يعطيك العافية. ودقيقة كل حاجة يا قلبي انت معلش لازم تاكل مشان تتغذى وتضل قوي وصحتك منيحة وتضل شيخ الشباب مثل ما انا بعرفك. لما لازم اكل كثير بتعرفي انه هلا بعد ربع ساعة لازم اخذ حبة الدواء. طيب هي اخر وحدة. اي ما لازم تنسى حبة الدواء ابدا. واذا بتنساها عن جد انا بدي ازعل منك ورح انقهر منك وبطل احكي كل شيء. بس ما تزعلين. ان شاء الله بستنبه بالشيء يا رب. حاجتي بس هي. صح. لك هي المقالة اللي أنا كاتبها. أنت لازم تغير بطريقة كتابتك أو مثلا تنشر تحت اسم مستعار. فكر باسم جديد. شو رأيك الإسلامي الحر مثلا؟ ما عجبك ما؟ يا ستي ما بعرف نحن كيف زبطين مع بعض عن جد. اعترف إنه أنا بنحب. شو بعرف مني حاطتي؟ ما بعرف شو اسمه. أرمشون. ولا خلاص هو وسام هون. لك بس بقى يا خلاص. وهي كاسة المي لشيخ الشباب مشان حبة الدواء تبعه. إن شاء الله من إيد ما ينعدمها. وين الدواء؟ لا تعذبي حالك روحي أنا لحالي. وين حطيت الدواء؟ أيوه. والله ما تعذبي حالك. يا صحة 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 صحة. يعني هو مو دواء دواء بس هيك الدكتور قال لي خذوه احتياطا يعني. أنا الحمد لله صحتي تمام ما فيها شيء. سلامة قلبك يا شيخ الشباب. لك تسلمي يا الوش. بتعرفي شو اللي عم هيك يدور ببالي؟ أنت منين طلعتي لي؟ منين؟ أنا وياك منكمل بعض. حبيبتي. أنا بنت حلوة وأنت شاب مهضوم. يا أبرني. بس مثل ما قلت لك ها؟ حبه بس. حد الله بينه وبين الحرام. أعوذ بالله أعوذ بالله. شو عم تحكي انت؟ كأنك عم تدخن كتير. أبدا أنا بعشق للسيجارة. بدخنها بطفيها كبها بدعس عليها بساوي فيها اللي بدي اياه. داري وحياة الله انتوا الرجال بتفكروا بطريقة غريبة كتير. حاجتك بقى انتوا الرجال غريبين كتير. لسه الرجل طاغية والرجل خائن والرجل وحش. لك يا حبيبتي امتى الرجل بيخون مرته او حبيبته؟ ببساطة بيخونها لما بيلاقي وحدة بتدفع اي تمن لحتى تصله. بعدين ضعف الاخر هو اللي بيمنحكن القوة. بقى حاجة تحملوا الرجال عقدكن.
شو ذنب الرجل إذا وجوده بيحسسكم بالعبودية؟ النساء الضعيفات بس. لك يا حبيبتي أنو ضعيفات هدول؟ هي جارتك أكبر مثال، رئيسة جمعية هالقد قدها، بتدخن مثل الرجال، بتحكي مثل الرجال، وبتشرب عرق مثل الرجال، ما فيها شيء له علاقة بالأنوثة نهائيا. أنا شو دخلني إذا عندها عقدة هالقد قدها اسمها آدم؟ يا علينا شوي تكرم عينك بالمكتب نحكي. احكي لي معه تكرم. ايه خلص ما تاكل هم. شوفي خلص انا بحاكي مع مين عم تحكي؟ ايه خلص يلا باي 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 الله معك باي. مع مين عم تحكي؟ حبيبي هذا حبيبها للشام ومتخانقين هو وياها وبده يعني يصالحهم. ايوه هتيدي متخانقين. إذا كان أنت إن شاء الله مفكرة كل العالم عصافير مثل ما بيتخانقوا على كل، لا تهكلي همهم، بكره بيتصالحوا، هذا الخلاف ملح العلاقة. هلا بس ما قلتي لي شو رأيك بالبيت؟ يعني هو بصراحة بجنن كتير حلو، بس مو كأنه كتير غالي. والله حرام نحط كل هالمصاري. غالي على أميرتي غالي، لك ما بيغلى عليك شيء، لك تقبري قلبي. شو الأستاذ منصور مو مبين؟ من مبارح مو مبين، مزاج معكر، يمكن خسران شي قضية كبيرة. طب يسلم إليك. ليش ما أدريت شو صار مع سامي؟ لك إمرته عملت له فضيحة مطمطنة، ضرب وإهانات، لك نشرت عرضه شباك. صحيح شو صار بسفرة تونس؟ اسمع اسمي بده يكون براس القائمة، فهمان؟ وكمان حفل توقيع روايتي بعد أسبوع، رواية جريئة وبتطرح أفكار ثورية. لا ما تخاف علي، بيطلك وشك، مو مثل هدول الروائيات السخيفات اللي ما بيحكوا غير عن العلاقات والرجال اللي يلفتوا نظر. طبعاً أكيد أنت بتعرفني. ماشي حشوفك هنيك أكيد. الله معك باي. سلام. تفضل. نحن على موعدنا. مريض لي بعده؟ تفضل. إذا بتريد خذ لي موعد الثلاثة اللي جاي. تفضلوا. تفضلوا ارتاح. شو أخبار حمص؟ صوت رصاص من الصبح للمساء، وخطف وقتل، ومثل ما شايفتي من أول الهبد على هالحالة. تخيلي تخيلي بيضربني إذا حطيت على قناة غير قناة الجزيرة. بس أنت بتعرف إنه كل شخص له وجهة نظره الخاصة. خلصي ولي، أنت بتحبي الكذب والدجل، هالكلام بيوترني. ها أنا عايش بحمص وبعرف شو اللي عم يصير فيها، وانا كمان بنعت من نفس البيت وعم بطلع على الشارع القليلي وعم شوف بعيني اللي عم يصير. هدي لو سمحتي هدي، ممكن تتركينا لوحدنا لو سمحتي؟ بكره نشرب القهوه انا وياكي سوا ببيتك الجديد. الله يخلي لي. الله يحفظك. افتحي الباب. ايه ستي، خدي هالرزمه وانزلي على السوق واشتري يلي بدك اياه، وبكره بعطيكي رزمه قد منها. بس انا زعلانه منك كثير لانه ما عم تاخذ الدواء تبعك وما عم تاكل منيح. انا ما بحب ما تدير بالك على صحتك. يا حبيبه قلبي انت، يا حبيبه قلبي، شو قلبك علي؟